بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا شكرا للمنابر الإعلامية التي حلت هنا بفقر الجماعة ببني حسان لأجل متابعة أدوار هذه الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر مايو 2023. وتجدر الإشارة أن هذا الاجتماع الثالث هو الاجتماع الثالث بعدما تعذر الاجتماع الأول والاجتماع الثاني من الجلسة الأولى، وذلك بسبب عدم اهتمام النساء. هذه الجلسة الأولى تضمن ثلاث نقاط. النقطة الأولى تقديم تقرير إخباري في حول الأنشطة التي يقوم بها الرئيس في إطار الصلاحيات المخولة له ما بين الدورة العادية السابقة والدورة العادية الحالية. والنقطة الثانية وهي انتخاب نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة. والنقطة الثالثة وهي الدراسة والمصادقة على مشروع قرار تنظيمي متعلق بإحداث مراقبين للشرطة الإدارية. إذا كما تظن بالنسبة للنقطة الثانية قدمنا تقدير إخباري. بالنسبة للنقطة الثانية انتخبت الأخت فاطمة الزهراء قصباوي لمنصب نائبة رئيس لجنة الميزانية والمالية والشؤون المبرمجة بإجماع أعضاء الحاضرين. وفيما يخص النقطة الثالثة قمنا بتنسيق الأعضاء، نحن نسعى ونريد تنزيل القانون التنظيمي، قانون التنظيمي 14/2013، لكن للأسف صوتت الأغلبية ضده. يعني احنا نريد ان نسعى تنزيل هذا القانون التنظيمي والاغلبيه صوتت ضده 6-9، يعني لا يريدون تطبيق القانون في هذه الجماعه. وفي هذا وخلصت بعد استنفاذ جدول الاعمال رفعت الجلسه. السيد الرئيس دائما في الصدد كنشوفوا تقريبا هذه واحد 6 دورات من 7 تقريبا اللي جميع النقاط كيمشيو بالرفض، هادشي كامل ضد الساكنه. الساكنه هي في الاخر الاول والاخير هي المتضرره، وجميع المشاريع كلشي انه متوقف. الساكنه كتسائل شنو واقع، شنو كاين، الجماعه باغا تزيد قدام بحال الجماعات الاخرى بحال سماعه بني خيران، جماعه بني سمير باقا واقفه كينتظروا الاعضاء كيصوتوا ضد. ما شكرا. الجماعه ما وقفاش، انا عندي برنامج عمل جماعه تنخدم عليه وسنطبقوا حرفيا وما ساليش، دقيت جميع الابواب والحمد لله تحقق الخير لجماعه بن سمير. ماشي نقولوا ما كاينش، تحقق الخير لجماعه بن سمير. المشاريع اللي كانت في برنامج عمل الجماعه خرجت حيزوني. الشكر موصول الى السلطه الاقليميه السيد عامل اقليم فريده، الشكر موصول الى رئيس مجلس الاقليمي، الشكر موصول الى رئيس جهه بني ملال خنيفره، الشكر موصول الى مدير الاستغلالات المجاميه المكتب الشريف في الفصار. نحن كما تقول هناك بعض النقاط اللي كتكون باجماع وهناك بعض النقاط اللي كيتم رفضها، ولكن احنا نريد ان نسعى الى تنزيل القانون. خير دليل على ذلك معارضه لا من اجلنا، انا اؤمن بالمعارضه، ولكن المعارضه تكون معارضه بناءه وليست معارضه هدامه. وبحال هذا قانون تنظيمي باش تحطوا السلطه الاداريه قالوا لا، اشنو هذا القانون خاصو يتطبق، قانون خاصو يتنزل خاصو يتطبق. إذا أنا إلا عندنا تنجو نقولوا القوانين لا، خاص اللي قال لا تحقق حقه، خاض حقه العقوبات التعذيبية. هذا قانون نريد تطبيقه. السي الرئيس في السياق دابا هذا الوقت ديال هاد الإخوان أو ديال هاد الأعضاء فهو كيضر بمصالح الجماعة. على سبيل الذكر غادي نذكر لك واحد القنطرة كاينة ديال سيدي عيش، وأنا تعرضت لواحد سميتو فيها، طاح ليا الموتور تما. كنت صحابه دايزه مزيان، واش ما كتشوفوش بان هاد المصالح ديال الجماعه، المصالح ديال الجماعه وهاد القرارات ديال الرفض بانها تسيء للجماعه؟ اولا الناس عسال باش نقول لك تقليد الساكنه على اللي ضدها، تقليد الساكنه على اللي تقليد الساكنه على القلب. بالنسبه للقنطره ديال سيدي عيش، القنطره ديال سيدي عيش وضعناها في برنامج عمل الجماعه، قنطرة سيدي عيش موضوعة في برنامج على الجماعة. قمت بإحضار رئيس مجلس إقليمي وقمنا بمعاينة بزيارة ميدانية رفقة ممثلة الدائرة السي محمد بن فلاح. جمع لك أعضاء المكتب وخصصنا مبلغ باش نقوموا بتحويل من أجل إنجاز دراسات، ومن بين الدراسات قنطرة سيدي عيش وقنطرة القواسمية. آنذاك وافق أعضاء المكتب على جدول الأعمال، وافقت اللجنة المالية، ولكن اثناء الدوره قالوا لا، مع العلم انني قلت لهم وهذا السيره تنقلها بالوثائق ومحرر في المحضر ديال الدوره، اثناء انجاز الدراسات
يجب حضور لجنة المالية كل جميع أعضاء لجنة المالية بالإضافة إلى فريق المعارضة في إطار الشفافية والنزاهة والوضوح. ومع ذلك قالوا لا، هاد الناس ضد الساكنة. هادشي اللي غنقول. واحد السؤال آخر سؤال اللي ما كانش عند الإخوان أسئلة. السؤال المطروح عن الساكنة، أشنو وقع؟ كان كلشي الأغلبية، كان كلشي غادي مزيان في الأول، وعاد لقيتك الساكنة كتفاجأ أن الأغلبية ولات معارضة في ليلة وروحة، ما فهمتش حاجة. شكرا السي وليد، وأجيبك صريحا بكامل الصراحة. حينما تحملت المسؤولية أريد تطبيق القانون بأحداثه، تطبيق القبيضة بيضة كحلة كحلة، كاين اللي ما قبلهاش، وكما تيقول المثل عيب البحيرة تفتاشها. أنا مستعد، عيب البحيرة تفتاشها. هاد الناس ما باغيش القانون وما باغيش الخير للجماعة. واشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.